السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم سنة رابعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح الدرس الرابع في مادة العلوم، أهمية ضوء الشمس للكائنات الحية. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على أهمية ضوء الشمس بالنسبة للنبات، وعرفنا قد ايه ان ضوء الشمس مهم جدا بالنسبة للنبات عشان يقدر يكون غذائه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي، لان احنا عارفين ان النبات كائن حي ذاتي التغذية. تمام كده، النهاردة بقى ان شاء الله هنبدأ نقسم الكائنات الحية حسب طريقة التغذية بتاعتها. تمام كده، هنبدأ نقسم الكائنات الحية حسب طريقة التغذية. هنقسمها لثلاث حاجات، اول حاجة كائنات منتجة، كائنات مستهلكة، وكائنات محللة. يبقى احنا قسمنا الكائنات الحية حسب طريقة التغذية لثلاث حاجات، رقم واحد كائنات منتجة، رقم اتنين كائنات مستهلكة، رقم تلاتة كائنات محللة. بالنسبة لرقم واحد الكائنات المنتجة، من اسمها كده كائنات منتجة يعني كائنات ذاتية التغذية، يعني بتصنع غذائها بنفسها، يعني ما بتعتمدش على غيرها في الحصول على الغذاء. تمام كده، دي الكائنات المنتجة. يبقى لو قلنا تاني، بعض الكائنات الحية لا تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها، ما بتعتمدش على غيرها، بل تصنع غذائها بنفسها، يعني هي بتصنع غذائها بنفسها. طب من خلال ايه؟ من خلال عملية البناء الضوئي. وفي الحالة دي بسمي الكائنات دي بالكائنات المنتجة، او اللي هي الكائنات ذاتية التغذية. تمام كده، يبقى لو حبينا نعرف هي الكائنات المنتجة، هي الكائنات الحية، هي كائنات حية. تمام كده، التي تستطيع ان تصنع غذائها بنفسها، بتصنع غذائها بنفسها من خلال عملية ايه؟ من خلال عملية البناء الضوئي. طب ايه الامثلة اللي عندي اللي هي الكائنات المنتجة؟ عندي النباتات الخضراء من الكائنات المنتجة، والطحالب ايضا من الكائنات المنتجة، وبعض انواع من البكتيريا. تمام كده، تمام. بيجي لي هنا سؤال مهم جدا، فعلل. علل، يطلق على النباتات الخضراء كائنات ذاتية التغذية، او بين قوسين كده كائنات منتجة. ليه بطلق على النباتات الخضراء كده ان هي كائنات ذاتية التغذية؟ ببساطة جدا الاجابة هتكون لانها تستطيع ان تصنع غذائها بنفسها، هي بتأكل نفسها من خلال ايه؟ من خلال عملية البناء الضوئي. في اي مشكلة كده؟ لا، ده كده كان بالنسبة للكائنات المنتجة. رقم اتنين، هنبدأ نتكلم على الكائنات المستهلكة. ومن اسمها كده كائنات مستهلكة، يعني ايه؟ يعني غير ذاتية التغذية. يعني ايه برضو؟ يعني بتعتمد على غيرها في الحصول على الغذاء. يعني ايه؟ يعني ما بتأكلش نفسها، هي بتعتمد على غيرها في الحصول على الغذاء. تمام كده، فلو حبينا نعرف ايه هي الكائنات المستهلكة، هي كائنات حية التي تعتمد في غذائها على الكائنات المنتجة، يعني بتعتمد على الكائنات المنتجة. تمام كده، يعني مثلا كائنات حية زي مثلا الأبقار ممكن ان هي تتغذى على ايه؟ على الأعشاب. فبالتالي اهي هي كائنات اتغذت على مين؟ على كائنات منتجة. تمام كده، في الحالة دي بسميها كائنات مستهلكة. يبقى هي كائنات حية التي تعتمد في غذائها على الكائنات المنتجة، سواء بقى اعتمدت عليها بصورة مباشرة او بصورة غير ايه؟ غير مباشرة. وهنبدأ نفسر الكلام ده دلوقتي. لما يجي لي هنا سؤال فعلل، يقول لي علل، الكائنات المستهلكة لا تستطيع ان تصنع غذائها بنفسها. ليه الكائنات المستهلكة ما تقدرش ان هي تصنع غذائها بنفسها، او ليه بنسميها غير ذاتية التغذية؟ الاجابة برضو بكل بساطة، لان هي لا تحتوي على بلاستيدات خضراء. احنا قلنا ان البلاستيدات الخضراء دي موجودة فين؟ موجودة في النباتات. هل موجودة في الحيوان او الانسان؟ لا. اذا هي لا تحتوي على بلاستيدات خضراء، وبالتالي لا تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي، فبالتالي مش هتقدر ان هي ايه؟ تصنع غذائها بنفسها. دلوقتي بقى هنبدأ نتكلم على امثلة الكائنات المستهلكة، وازاي ان في حيوانات تتغذى على الكائنات المنتجة بصورة مباشرة، وازاي في حيوانات تانية بتتغذى على الكائنات المنتجة برضو بس بصورة غير مباشرة. تعالوا نتكلم اول حاجة على الحيوانات اللي هي بتتغذى على الكائنات المنتجة بصورة مباشرة. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي الابقار، تمام كده، بتاكل ايه؟ وليكن الاعشاب. تمام كده، اذا انا عندي اهو كائن مستهلك اتغذى على كائن منتج بصورة مباشرة عادي جدا. اهو الاغنام مثلا، سواء الابقار او الدجاج او الارانب، ايا كان، اتغذت على الكائنات المنتجة بصورة مباشرة. يبقى حيوانات تتغذى على الكائنات المنتجة، ايه هي الكائنات المنتجة؟ اللي هي النباتات الخضراء، وتسمى اكلة الاعشاب. يعني الحيوانات اللي هي بتتغذى على الاعشاب دي بنسميها اكلة الاعشاب، زي الابقار او الاغنام كده، قدرت ان هي تحصل على الغذاء بتاعها بصورة مباشرة. تمام،
تاني حاجة، حيوانات تتغذى على الكائنات المنتجة بس بصورة غير مباشرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا عندي اسد، تمام كده، هو مش هيحصل على النباتات الخضراء كده على طول بصورة مباشرة زي اللي فات، لا، هو مثلا هيتغذى على غزالة، تمام كده. طب الغزالة دي اصلا في الاصل كانت بتاكل ايه؟ كانت واكلة كائنات منتجة اللي هي نباتات، فبالتالي الاسد كده قدر ان هو يحصل على الكائنات المنتجة بس بصورة غير ايه؟ غير مباشرة. فهمتوا بقى؟ يبقى انا عندي حيوانات تتغذى على كائنات مستهلكه سبق ان تغذت على اكلات منتجه زي ما قلنا كده الغزاله، وتسمى اكله اللحوم زي الاسد والثعبان والصقر. في كمان عندي بعض الكائنات الحيه اللي ممكن ان هي تتغذى على النباتات واللحوم، يعني ممكن تاكل نباتات ولحوم زي مين؟ زي الانسان. يبقى انا في الاول انا عندي نباتات، النباتات بتتغذى عليها حيوانات اكله اعشاب، يعني الحيوانات اللي هي بتاكل النبات بسميها اكله اعشاب، والحيوانات اللي هي بتاكل اللحوم دي بسميها حيوانات اكلة اللحوم. تمام كده، تمام. بيجي لي برضو سؤال، علل ليه تعتبر الابقار من الكائنات المستهلكة؟ هنقول عادي بكل بساطة، لان هي بتعتمد في غذائها على الكائنات مين؟ على الكائنات المنتجة اللي هي النباتات. تمام كده، تمام. دلوقتي بقى هنبدأ نتكلم على ثالث نوع من الكائنات زي ما احنا قسمناها حسب طريقة التغذية، اللي هي الكائنات المحللة. كائنات الايه؟ المحللة. وبنقول ان الكائنات المحللة دي كائنات يا اولاد بتبقى حية. كائنات ايه حية؟ بيبقى حجمها صغير جدا، لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها، ما بتقدرش ان هي تكون غذائها بنفسها، زيها زي الكائنات المستهلكه كده. امال بتحصل على غذائها منين؟ قال لي بتحصل على غذائها بتحليل البقايا العضويه. ايه هي البقايا العضويه؟ البقايا العضويه زي مثلا جثث الكائنات الميته، او بقايا مثلا بعض النباتات والاطعمه الفاسده. تمام كده، بتبدا ان هي تحلل البقايا العضويه دي وتقدر ان هي تحصل على الغذاء بتاعها. يبقى تاني، هي الكائنات المحلله هي كائنات حيه غير ذاتية التغذية، يعني ما بتقدرش ان هي تصنع غذائها، لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها. امال بتحصل على غذائها منين؟ بتحليل البقايا العضوية. ايه هي البقايا العضوية؟ زي جثث الكائنات الميتة او بقايا النباتات والاطعمة الفاسدة. بيجي لي هنا سؤال، فعلل الكائنات المحللة لا تستطيع ان تصنع غذائها بنفسها، او بمعنى اصح ليه الكائنات المحللة غير ذاتية التغذية؟ برضه هتبقى نفس الإجابة زي في المستهلكة، لأنها لا تحتوي على بلاستيدات خضراء، ما عندهاش بلاستيدات خضراء، فبالتالي مش هتقدر إن هي تقوم بعملية البناء الضوئي. طب إيه عندي الأمثلة اللي هي الكائنات المحللة؟ عندي بعض أنواع من البكتيريا، تمام كده، وفطر عفن الخبز، وده هنعرفه دلوقتي. هنقوم دلوقتي بتجربة كده بسيطة، هنجيب بعض الخبز الطري وهنحطه في كيس بلاستيك ونقفل الكيس كويس جدا ونسيبه إيه كذا يوم، وإيه ونبدأ نشوف هنلاحظ ايه. قال لي هنلاحظ تكون طبقة من اللون الاخضر، كلنا لو عملناها في البيت هنلاحظ الموضوع ده، تكون طبقة من اللون الاخضر، ودي بنسميها عفن الخبز. تمام كده، تمام. في نفس الكلام لو سيبنا مثلا برتقانايه او طماطمايه ايا كان يعني اللي احنا هنسيبه، برضه هنلاقي نفس اللون الاخضر اللي هو العفن ده اللي هيتكون سواء على البرتقانه او على الخبز. الاستنتاج هنا عندنا ان العفن اللي اتكون على الخبز وعلى البرتقاله دي كائنات حيه اسمها فطريات، تمام، وهي دي تعرف بالكائنات ايه؟ هي دي الكائنات المحلله اللي احنا بنقول عليها. تمام كده، هي اللي بتقدر تتغذى على البقايا الكائنات العضويه. بيجي لي سؤال، علل ليه يعتبر فطر الخميره من الكائنات المحلله؟ بنقول فطر الخميره لانه يحصل على غذائه بتحليل البقايا العضويه. تمام كده، ليه هو من الكائنات المحلله؟ يعتبر هنعرف الكائنات المحلله انه بيحصل على غذائه منين؟ من تحليل البقايا العضويه. دلوقتي بقى هنتكلم على أهمية الكائنات المحللة. الكائنات المحللة دي هل ليها أهمية؟ احنا لو جينا بصينا كده هنفتكر ان هي ملهاش أهمية، بس بالعكس هي ليها أهمية ومهمة جدا. أول حاجة ان الكائنات المحللة دي بتخلصنا من جثث الكائنات الميتة وبقايا النباتات، اللي هي الجثث الكائنات الميتة اللي ممكن ان هي مثلا تعمل لنا تلوث أو تعمل مثلا ريحة مش كويسة، بتبدأ ان هي الكائنات المحللة دي تخلصنا من جثث الكائنات الميتة وبقايا النباتات. تاني حاجة بتزود من خصوبة التربة عشان النبات يقدر ان هو ينتج انتاج اكتر. تالت حاجة بتدخل في كثير من الصناعات. صناعات زي ايه؟ زي صناعة الاسمدة العضوية والوقود الحفري ودباغة الجلود وغيرها. يبقى اهمية الكائنات المحللة، اول حاجة بتخلصنا من جثث الكائنات الميتة وبقايا النباتات، فبتحافظ على البيئة ان هي تكون نظيفة. تاني حاجة بتزود من خصوبة التربة عشان النبات يقدر ينتج انتاج اكتر، وبتدخل في كثير من ايه؟ من الصناعات زي ما احنا قلنا.
دلوقتي بقى عندنا صور لكائنات كده مختلفة، هنبدأ ان احنا نصنفها حسب طريقة التغذية، هل الكائن اللي قدامي ده منتج ولا مستهلك ولا محلل. هنبدأ بالذبابة ونقول عليها ان هي كائن مستهلك لان هي غير ذاتي التغذية، يعني ما عندهاش بلاستيدات خضراء، فبالتالي ما بتقدرش تقوم بعملية البناء الضوئي. يبقى كده الذبابة قلنا ان هي كائن ايه؟ كائن مستهلك. رقم اتنين الصقر، نفس الكلام برضو كائن مستهلك لان هو بيعتمد في غذائه على الكائنات الايه؟ الكائنات المنتجة بصورة غير مباشرة، تمام كده؟ فترة عفن الخبز ده هيبقى تبع الكائنات المحللة، تمام كده؟ اما بالنسبة للنمر ده كائن مستهلك، القط البري برضو كائن مستهلك غير ذاتي التغذية، اما بالنسبة للنبات الاخضر ده كائن منتج، يعني ذاتي التغذية، يعني بيصنع غذائه بنفسه لان هو بيحتوي على البلاستيدات الخضراء اللي بيحصل على الغذاء من خلال عملية البناء الضوئي. طيب هنحاول نعمل مع بعض كده مراجعة على اللي احنا خدناه في الدرس. خدنا عملية مهمة جدا اسمها عملية البناء الضوئي، دي عملية حيوية بيقوم بيها الأجزاء الخضراء من النبات عشان تكون الغذاء اللي هو عبارة عن ايه؟ سكر ونشا في وجود ضوء الشمس والمية وثاني أكسيد الكربون وبعض الأملاح المعدنية، وبينطلق في الآخر غاز الأكسجين. بعد كده قسمنا الكائنات عندي حسب طريقة التغذية لثلاثة، كائنات منتجة، كائنات مستهلكة، كائنات محللة. قلنا الكائنات المنتجة دي كائنات حية بتصنع غذائها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي زي النباتات الخضراء. الكائنات المستهلكة دي كائنات حية غير ذاتية التغذية، يعني ما بتقدرش ان هي تصنع غذائها بنفسها، ولكن تعتمد في غذائها على الكائنات المنتجة سواء بقى بصورة مباشرة او غير مباشرة. اما بالنسبة للكائنات المحللة دي كائنات حية لا تستطيع تكوين غذائها برضو لان هي غير ذاتية التغذية، بتحصل على غذائها منين؟ من تحليل البقايا العضوية زي جثث الكائنات الميتة وبقايا النباتات والاطعمة الفاسدة، تمام كده. برضو من الحاجات المهمة اللي قلناها في الدرس، النواتج بتاعت عملية البناء الضوئي عندي حاجتين، غاز الاكسجين والغذاء اللي هو النشا والسكر. ازاي اقدر اكشف عن وجود النشا؟ باستخدام محلول اليود، ساعتها لون النشا هيتحول للون الايه؟ الازرق القاتم. شاطرين. جينا هنا بقى قسمنا النباتات، قصدي الكائنات، حسب التغذية، كائنات منتجة زي النباتات الخضراء والطحالب، كائنات مستهلكة زي الإنسان أو الصقر، كائنات محللة زي بعض أنواع البكتيريا وبعض الفطريات. واتكلمنا على أهمية الكائنات المحللة، قلنا إن هي بتخلصنا من جثث الكائنات الميتة وبقايا النباتات، وكمان بتزود من خصوبة التربة وبتدخل في كثير من الصناعات.